هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الزيارة التي يقوم بها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمملكة البحرين، والتي تأتي في إطارها الأخوي المميز الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين. ونوه سموه حفظه الله لدى زيارة سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يقوم به المكتب من دور هام في تطوير الأداء الحكومي منذ تأسيسه عبر بلورة الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الطموحة التي تصب في الارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية عبر حزمة من المشاريع التطويرية والإشراف والمتابعة والإسناد بخطوات مدروسة، بما يحقق أهدافه التي تضع نصب أعينها تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقام سمو ولي العهد مع سمو ولي عهد الأردن بجولة في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقيا خلالها مع موظفي مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واطلع كذلك على إدارات وأقسام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال الجولة استمع سمو ولي عهد الأردن لشرح حول أهم المبادرات والبرامج والمشاريع التي يشرف عليها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومن أهمها مشاريع الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، إلى جانب إشرافه ومتابعته للمبادرات والمشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.